السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوانا سوف أتيكم بقصص عالمية فيها عظة وفيها عبرة وفيها حكم. هي كمثال على شركتين، الأولى نجحت والثانية فشلت، شركتين عالميتين، يعني المسمى فقط يختلف. هذه الشركة تقع في دولة معينة وهذه الشركة في دولة معينة، هي شركات نفس التخصص نفس الشيء، لكن هذه الشركة واحدة منها نجحت وسوت عمارات وصار عندها يعني مليارات وصار عندها يعني شركات عالمية وكل شيء وعمارات وفنادق، صارت يعني عندها شركات يعني مثل السياحة، صارت عندها يعني من بنت يعني من أقوى مقومات الجذب السياحي تلك الشركة، الشركة في دولتها. والثانية فشلت، صار عندها ديون وقامت تفنش يعني تسرح الموظفين من أعمالها. شو الأسباب؟ شو راح أخبركم بالأسباب. الأولى، هذا الأول، الشركة الأولية نجحت، يعني كيف نجحت؟ كان مع خطط، كان مع استراتيجية، كان مع طموح، كان مع أهداف. أول شيء قبل لا يسوي الإنسان شركة، شو سوى هذا الشخص؟ أول بداية سد الثغرات التي تدخل منها الفساد، حارب أول بداية الفساد، ما يخلي المال سايب، سوى له نظام إلكتروني حتى متبيسة وين تروح وين تجي يعرفها، ما خلها نظام إيصالات، ما خلها نظام بإيصالات. يعني المال السايب مثل ما يقولون، المال السايب يعلم اللص ويعلم الناس السرقة، فما بالك اللص. المال السايب يعلم الناس السرقة، فما بالك إذا واحد لص يشوف ويلقى مال سايب. هذا الأول، عشان كذا نجح، ما خلى شيء مال سايب، خلى كل شيء نظام إلكتروني، وما من صغيرة ولا كبيرة إلا ويعلمها. والثاني صار عليه ديون، يعني لما سوى شركة نفس شركة هذاك الشخص يعني بدولة معينة، هذا نجح، صار يعني شركة عالمية معه في مصاف الدول المتقدمة شركته صارت. والثاني فشل، صار عليه ديون حصلوا عليه، وبعدين عياله تنازعوا على الورث، حصلوا مشاكل، ما كان يعني شيء اسمه عدالة. الناس اللي كان يعني متمكنين يعني ومعطايين صلة يعني كل شيء يعني في الخيط والمخيط، هذا لهم قاموا يعني شلوا مال الضعفاء اللي يشتغلون هناك، الموظفين في ذيك الشركة، وعيالهم مساكين بعدين ما حصلوا شيء عيشة بسبب انه كان معطايين هذيلاك الخيط والمخيط، ماشي يعني نظام قوي يمشي هذيلاك الموظفين يعني اللي كانوا في الشركة هذيك عشان ينجحون وينقلون هذه الشركة في مصاف الدول المتقدمة. حصلوا مال سايب، اللص منهم عاد حدث ولا حرج. عشان كذا شوف يا اخواني، في بعض سوف اتيكم بمثال، هذا كمثال على الشركات، هذا مثالك على الشركات، هذا المثال يعني ما بين شركة وشركة، الأولى نجحت ثانية فشلت. سوف اتيكم بمثال يا اخواني، شوفوا مثال يعني على الدول، في دول اللي تحت لما تعتمد على تنوع مصادر الدخل، لما جاءت الأزمة العالمية، شوف لما جاءت الأزمة العالمية التي لما طاح لما طاحت أسعار النفط قبل 4 سنوات 5 سنوات، صارت يعني معها ديون، صار معها عجز في الميزانية، صار معها ديون خارجية والديون الداخلية، صار معها ديون. إيش السبب؟ لأن كان ماشي معها تنوع مصادر الدخل، ما حاسبين اليوم مثل ذاك اليوم اللي بيجي. شوفوا يا أخواني، وبعدين لما جاءت كورونا مجرد فيروس، صار الدول ما عندها قوة، ما عندها كان عندها استراتيجية وما كان عندها شيء، تأثرت. وفي دول لا زالت ما تأثرت بكورونا، هذا مجرد فيروس، فيروس وأثر على اقتصادهم، فما بالك لو صار حرب، ما بالك لو صار حصار. في دول حاصرت ما تأثرت، دول حاصرتها مثل تركيا، لما مثل الصين تفرض عليها عقوبات ما تأثرت. ليش؟ الصين كانت يعني كان شعبها مزارعين، لكن شوف اليوم كيف صارت الصين، صارت من أقوى الاقتصادات في العالم. يا أخواني في دول يعني بعد حروب قامت من الصفر، صارت في مصاف الدول المتقدمة مثل اليابان، تدمرت دمار شامل. شوف كيف صارت اليوم، عندك مثلا كسنغافورة كانت هذه مستنقعات مائية، ماليزيا تركتها تخلت عنها فصلتها بسبب الفقر الذي كان فيها لأنه كان بتخسرها. شوف كيف نقلها حاكم سنغافورة، صار من رابع اقتصاد في العالم. لما الإنسان اللي حقصد من هذا الإنسان لما يبي يأسس شركة ويبي يكون هذه الشركة تكون عالمية
وتكون مع عمارات وتكون هذه الشركه يعني في مصاف يعني في لها افرع في مصاف الدول المتقدمه من ناحيه الاقتصاديه والصناعات ثقيلة والتكنولوجيا وغيرها، لازم تكون عنده خطط، لازم تكون عنده استراتيجية. أول شيء لازم تسوي شركة، لازم بداية تحارب الفساد، لازم أول شيء تحارب الفساد، إن المال السايب يعلم الشركة تسوي نظام إلكتروني. لو معك تريليونات ويبت شيء مال سايب خليته ما راح تنجح، وما راح كانت معك خطط صحيحة وناجحة ومدروسة. أتمنى أنكم استفدتم من هالفيديو. الإنسان لما منكم يعني عنده إمكانيات وعنده خيارات، يخط يكون معه خطط استراتيجية، ما يخلي ماله ساوي البداية حارب الفساد. تبى تسوي شركة عالمية بداية حارب الفساد، حارب الفساد أول بداية، ما تخلي مالك سايب، لأن المال السايب يعلم السرقة. أتمنى أنكم استفدتم من هالقصة، والله يحفظكم ويحفظ الجميع.